احنا غير ومحطتنا التالية لوين؟ رح نروح سلمى هلأ للسلوك العدائي والعدواني والفوضوي وأوجه متعددة لمرض واحد يحمل مسمى الاضطرابات السلوكية، حيث يتخطى فيها الطفل حدود الأذى أو التمرد، وضمن سلوكيات متكررة يتعدى فيه على حقوق الآخرين. أكيد سالي، اليوم رح نتعرف بشكل أوسع على الاضطرابات السلوكية مع الأخصائية النفسية ريم سعد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. هلا صباح النور، أهلا وسهلا. يسعد صباحك، وخلينا بالبداية نحكي عن الاضطرابات السلوكية. ما هي الاضطرابات السلوكية؟ هلا بنحكي على الاضطرابات السلوكية، رح نحكي طبعا وفق معايير، تمام، شيء اسمه DSM-5 هلا احدث شيء، وفي قبله الفوري اللي هي اغلب الاخصائيين بيشتغلوا عليه. الاضطراب السلوكي اللي هو اللي نحن بنشوفه تحت مسمى اضطراب المسلك. اضطراب المسلك مثل ما حكيتي انه في عندي انا طفل، طبعا نحن بنشوفه مبلش بالطفولة مطلع بالكبر بيكون شيء اسمه اضطراب معادي للمجتمع. اضطراب المسلك اللي هو عند الأطفال بتميز بسلوكات متكررة، طبعا إيذاء للآخرين، إيذاء للممتلكات، إيذاء للنفس، في عدة مظاهر كثيرة وأشكال كثيرة يورجينا إياها من سلوك الطفل. نحن هي بتعطينا مؤشرات أنه ممكن هذا الطفل يكون عنده مشكلة حتراف أو حتى بالمراهقة دخلنا فيه بشكل مناسب بالطفولة. عندنا شيء أخف منه بشوي اللي هو شيء اسمه عصيان، اضطراب العصيان عند الأطفال. نعم. اضطراب العصيان بيختلف شوي، ممكن أنا كعرض لاحظ أنه هو كتير الحوار كتير بياخذ وبيعطي دائما هذا الاضطراب العصيان اللي هو طبيا أو المعروف عليه بالاضطراب السلوك اللي هو اسمه ODD. اضطراب المسلك اللي هو نحن متعارف عليه هو شيء اسمه conduct. تمام. يعني نحن دائما بنسأل إيمت السؤال هذا اللي دائما نسألك يا إيمت أنا بقدر أعرف هذا المرض أو هذا الاضطراب صار بحاجة لمعالجة ومتابعة طبيب. تمام. إذا بدنا نحن نحكي بإمتى فينا نتدخل، بدي انتبه شوي إنه العائلة تكون منتبهة أكثر أو ملاحظة أكثر إنه في سلوكات أوكي بيعملوها كل الأطفال، ما أنا مشكلة. يعني في أي طفل ممكن يأذي أو نحن نقول بيأذي، يجرب يبحث بالبيئة عم يكتشف. تمام، بس هو الحد مو مسموح، يعني اللي بيقدروا الأهل يقولوا إنه هلأ لا هذا السلوك ما هو طبيعي. تمام. لازم أنا أروح، هاي المؤشرات. تمام، مو مبلش ما جرد الطفل يعني بلش يستكشف فأنا بقول لا صار عندي أنا ابن مشكلة أو عدوان أو عنده، لا، في شيء لازم أنا أول شيء أساسياتي بالسلوك إنه يكون متكرر، إنه يكون هو معادي معايير اجتماعية ما بتقبله، معطل. تمام، معطل يعني معطل عن التعليم، معطل عن الإنجاز، معطل عن حياة طبيعية بأسرتي. هلأ غالبا بالسلوك الطفل اللي عنده مشكلة سلوك، الأطفال اللي وقت بتعمل سلوك نحن ما بنرغبه هن ما بيكونوا عم يتطلعوا فينا أو عم ينظرونا، ما يحسوا. تمام، هن عم يشتغلوا شغلهم، عم يلعبوا، عم يتسلوا. الطفل اللي عنده مشكلة سلوك هو بيقدر بيحط عينه بعينك تماما وبيطلع فيك نظرة أنه شوفيني أنا عم بعمل وما عندي مشكلة رح أعمل هذا الشيء. قد ما قلت أنه لا تعمل، إذا بتريد تركها لا تشتغل فيها، لا، هو حيحط عينه بعينك ورح يعمل هذا العمل. شوي شوي الطفل رح يطلع على المدرسة، حنشوفه طفل عنده مشاكل مع باقي الأطفال، عدوانية. ممكن يعني عدوانية بمختلفة، ممكن يكون عنده عند مع المعلمين تبعوته، ما نقدر يعمل مجموعة من الأقران يكون معه صداقات. الأساتذة يعني دائمين الشكوى إنه هو عنيف، ما عنده حركة أو تشتت. طبعا هي بترافق غالبا بترافقوا اللي عندهم اضطرابات بالسلوك، هن الحركة الكتيرة، الحركة الكتيرة طبعا اللي بترافقها بمشكلة بالانتباه، فرط نشاط. تمام، فهدول بترافقوا كتير مع بعضهم. بتبلش شوي شوي الولد عم يكبر متراجع دراسيا، غير مقبول اجتماعيا، مرهق بالمنزل، وبالفعل بيكون مرهق جدا بالمنزل. المنزل بيكون فيه طفل من هدول الأطفال بيكون منزل مخرب. مخرب يعني ايه؟ بتشوفي انت عندهم بالاساس أكيد. يعني انا بشوف بالاساس تبع المنزل مخرب الاساس، مكسر. تمام. من الطفل طبعا، غير الاذى النفسي اللي بسببه للاسره. طيب هلا برايك كاخصائيه نفسيه، وقت نشوف في مشكله عند الطفل او بلشوا الاهل يحسوا انه في شيء غريب او سلوك غريب عم يطلع من الطفل، هلا كيف فيهم اول شيء يتداركوا الموضوع من البدايه احسن ما يتطور ويتحول لشيء ثاني؟ برايك كيف هن فيهم
يعني شو الخطوات اللي بيقدر انه يتبعوها بس كبدايه لا يقدروا يتجاوزوا هالقصة؟ تمام. هلا اول خطوه انه انا بالفعل مثل ما حكيتي انه انا انتبه انه انا في عندي مشكله. كثير ضروري الوعي والثقافه للاسره، كثير ضروري نقرا ونعرف اطفالنا كيف بنوا وبتطوروا، هذا اساسي لاقدر انا اميز السلوك الصح من السلوك اللي مو صح. هاي الدرجه الاولى. الدرجه الثانيه لازم دغري على اخصائي، احنا متوجه على اخصائيين. طبعا متوجه على الدكاتره بالامور اللي بدها ادويه، تقول في اضطرابات سلوك في منها بتعالج بادويه، يعني في ان كان فرط حركه مرافق معه فنحن بنخفف الحركه شوي، بنزيد الانتباه حتى نقدر نشتغل معه سلوكيا، بنخفف في ادويه بتخفف لنا العدوانيه والاندفاعيه كمان بتفيدنا نقدر نشتغل معه سلوكيا. يعني نحن مجموعه كامله، ما في شخص واحد لحاله يقدر يتدخل بالطفل. بتطلبي من الاهل اكثر، علاج هاي المشاكل بياخذ وقت طويل وبده اول صفه بالمعالج السلوكي انه يكون طبعا لازم يوعيه للاهل انه لا يستفز ابدا ابدا ابدا. ممنوع عندنا شيء اسمه استفزاز، ان كان للاسره بندرب الاسره على عدم الاستفزاز لانه طفل مستفز لابعد الحدود لابعد الحدود، بندرب الاسره على هذا الشيء. وطبعا الاخصائي بده يكون ممتلك لهي المهاره انه هو ما بيقدر يستفز من الطفل، يكون دائما الجمود الجمود نحن كولد فيس هذا اساسي بالتدريب مع هدول الاطفال تماما. والاسره يكون عندها بال طويل لانه بياخذ سنين مو شهر وشهرين، بياخذ وقت طويل. طيب ريم، يعني مثل ما عم تقولي يمكن ردات الفعل كتير أساسية لازم تكون مدروسة، كمان بنعاني أوقات من الإهمال، يعني بعض الأهل بيهتموا بسن معين بالأطفال وبعد سن تاني بيقولوا لا خليه يتعلم شوي بالمدرسة، يتعلم من الدنيا، يتعلم من أخوه، يشوف كذا. قد ايه يمكن تأثر هاي الشيء سلبيا على هاي الحالة بالذات؟ تماما. هاي الحالة ما فينا نقول خليه يتعلم ولا من أي جهة، لأنه هو بيكون إذا بحكي مفردة عامية هو بيكون شخص سطوة. سطوة يعني قدران يخرب ويتنفذ على كل شيء قدامه مهما كان عمره صغير. إذا أنا طبعا 3 سنين وطالع، لأنه في أحيانا نشوف أطفال عندهم اضطراب بالسلوك الأخصائي بيقدر يلاحظه من عمر المبكر، الأسرة لا بتقول إنه لساته صغير حنعطيه شوية وقت، خليه فارد شخصيته. تمام تمام، إنه لا خليه يطلع شخصية بالمجتمع قوية، حيطلع مدمر بالمجتمع الحقيقة يعني. ما رح يطلع شخصية بالمجتمع، لا لا أبدا. هل النسبة العالمية هي نسبة كتير عالية؟ طبعا احنا ما في عنا نسبة عربية خلينا نقول، وبتختلف المعايير، ما فيني امشي على النسبة العالمية لأنه التربية والبيئة اللي بتلعب كتير دور أساسي لهدول الأطفال. تمام، نحن البيئة العربية الحمد لله انه هي شوي محافظة او شوي منتبهة لهذا الموضوع، بس هي ما عنا نسبة قليلة حقيقة بهاي المشاكل اللي عند الأطفال. هل خلافات الأهل او اي شيء بالمنزل بيأثر لا انه يصير في اضطراب سلوك عند الطفل؟ اكيد هو الطفل بيخلق سليم اذا ما في شيء، هو السلوك هو شيء مكتسب احنا بنعرف. هل خلافات الاهل، هل عياط قدام الطفل، هل احيانا الاب بيتصرف تصرفات ما انا صح قدام الطفل وقت يكون الطفل لسه بمرحله الوعي، يعني الطفل ببلش بيحس وبتطبع بذاكرته جميع الافعال، هل الاهل هن سبب بسوء سلوك الطفل؟ هن احد الاسباب. تماما. هلا من احد الاسباب الكثير، في سبب جيني اكيد، في سبب في جينات طبعا، في سبب جيني لهي المشكله، وفي الاسره. الاسره طبعا اذا ما كانت يعني اسره متفككه، سطوه الاب، احيانا الطفل العائله بتكون مثلا وقت الطفل بيتعلم بيتعنف بشده، بيتعنف بطريقه بضرب شديد او بتعنيف شديد، فنحن بنكسره بنخلق عنده بوادر انه يكون اذا كان عنده يعني يعني شيء بسيط منا رح نحن ننمي له اياه ورح يكبر بهذا العنف، رح يعطينا عنف اكثر واكثر. مشان هيك نحن دائما بنقول انه نكون جمود، الجمود بهي القصص. ما كل الأسر بتقدر تتمالك نفسها. الأسرة طبعا احنا ما بتخيل عنا اياها بكسرة، الأسرة بنلاقي عندها الإدمان على مختلف الكحوليات او الإدمان المواد المخدرة، اكيد بنلاقي عندهم هيك اطفال. الأسرة اللي شوي عندهم سلوكيات، انا اسف اقول مثلا في سلوكيات بالكذب، بالسرقة، بالتخريب، تخريب الممتلكات، نحن اللي بنشوفه الممتلكات العامة، هذا اضطرابات السلوك، هذا عرض أساسي باضطرابات السلوك، ونحن بنشوفها بكثرة حقيقة، ما بنشوفها بشكل نادر. أكيد. ريم، يعني معلومات كتير اليوم قدرنا ناخذها من حضرتك، ولو بنقدر على السريع ناخذ نصيحة الأبرز اللي بتوجهيها لكل اللي عم بيتابعنا عن هذا الاضطراب بالذات. تمام. النصيحة الأساسية دائما بتربية ابني أنا أكون شخص قاري ومثقف مطلع على مشان أعرف دغري ألقط السلوك، وقت أحس في مشكلة استفزاز يوقف، ما في شيء استفزاز، في شيء احتواء، احتوي ابني، ودائما شوف مختصين. نعم. مختصين لحتى يمسكوا بيدي. بنتشكر كثير حضورك وبنتشكر المعلومات اللي قدمتيها، وإن شاء الله نكون معك
نصايح تانية إن شاء الله. أكيد، أهلا وسهلا.